اهلا بيكو، اهلا بكل الناس، اهلا بامي واختي وبنتي وصاحبتي. يوم جديد، يوم سعيد علينا كلنا يا رب. خلوني في البدايه اسلم واصبح على اصاله سليمان اللي منوراني النهارده. قبل ما نبدا برحب بكل الناس اللي بتشوفنا هنا في البرنامج. اهلا مشاهدي قناه الصحه والجمال في حلقه جديده من برنامج الحكايه من اول. اهلا اصاله سليمان منوراني النهارده. ممكن نتعرف بيكي؟ انا اسمي أصالة سليمان، عندي 21 سنه، بشتغل في البيزنس الاونلاين بقالي بالظبط كده 3 سنين. ما هو مجالك حاليا؟ مستقره اكتر في مجال التريدينج، مجال التداول. ايه اللي خلاكي تكملي في مجال التداول؟ بصي، انا ممكن اقولك ايه اللي خلاني اصلا ابدا في مجال التداول. أوكي. الحاجه اللي خلتني ابدا في مجال التداول ان انا اول حاجه عرفت ان هو مش تريند طالع الفتره دي، او الناس بتتكلم عنه بحته ان هو بقى منتشر الفتره دي بصوره كبيره. ابتديت طبعا ان انا اعمل سيرش اكتر من ناحيه ان هل المجال هو فعلا انا لو دخلت فيه هقدر احقق فيه نجاح ولا لا، هل المجال مناسب معايا ولا لا. طبعا فضلت ان انا اسال نفسي اسئله كتير قوي، تمام، اللي هو اوريدي اي حد عايز يبدا في المجال او اي مجال في الدنيا مش بس مجال التداول، هو بيبتدي يسال على الحاجات دي في فكره او في ذهنه حتى لو مش عنده حد يساله فيها. فالحاجه الوحيده اللي لقيتها بعد ما ابتديت ان انا اسال اكتر عن المجال، ان الحاجه الوحيده اللي فعلا فعلا خلتني بدات ان انا اقدر اشتغل البيزنس ده في اي وقت في اي مكان، تمام، اقدر اعمل منه دخل كويس جدا، تمام، اقدر كمان ان انا اساعد ناس غيري تعمل ده. فقلت ان انا كده كده انا اصلا هدفي الاساسي مش بس ان انا اعمل منه فلوس او ان انا احقق فيه نجاح او انجاز، انا هدفي الاساسي ان انا زي ما الحاجة دي غيرت شكل حياتي اقدر اغير بيها شكل حياة ناس تانية. هنقرب من اصالة اكتر دلوقتي ونعرف يعني ايه مجال التداول بصفة عامة. تمام. التداول هو عملية تبادل. يعني كان زمان كده في نظام اسمه نظام المقايضة، كانت الناس بتتعامل مع بعض في النظام ده ان هما بيستبدلوا السلع بسلع. زي مثلا انت عندك قطعه ارض وانا عندي غنم، كنا بنستبدل ده بده لو انت ليكي الاحتياج للغنم وانا ليا احتياج لقطعه الارض. فالعمليه دي اسمها عمليه تبادل، اللي هي مبنيه على مصطلح او كلمه التداول. طيب انا دلوقتي برضو هشرحها لك بطريقه سهله شويه. دلوقتي طبعا هتلاقي مثلا خالتك والدتك، ممكن تكون انت عملتي حاجه زي كده، ان انت اشتريتي ذهب، تمام، واستنيتي مثلا سي جرام ب 2000 جنيه، استنيتي لما الجرام بقى ب 4000 جنيه، كنت مشتريه 10 جرام، فهنا انت هنا ايه كسبتي بدل الضعف لا ضعفين. فهكذا هو هنا انت بتعملي عمليه اصلا تداول، اللي هي عمليه التبادل، اللي انا اشتريت حاجه وبعتها لما غليت واستفدت بفرق السعر ما بين الشراء والبيع. بس كده. قدامنا دلوقتي أصالة سليمان اللي منوراني النهاردة، طبعا بنت بميت راجل وقدرت تحقق نجاح كبير قوي في سن صغير، قدرت تعمل أو توصل لليفل عالي أو تارجت عالي أو تحقق إنجازات كتير في فترة صغيرة. هنشوف دلوقتي الفيديو اللي أصالة كانت شغالة عليه في مجال التداول. هنشوف دلوقتي الفيديو اللي أصالة كانت شغالة عليه في مجال التداول اللي هو أخد من وقتها كتير وجاب 3 مليون مشاهدة. الفيديو ده كان خاص بإيه أصالة؟ ممكن نعرف؟ وقتها كان في تارجت محطوط ليا إن أنا أقدر أعمله في أسبوع، تمام، مش بس التارجت، هو ليا إن أنا أكون ساعدت عدد من التيم بتاعي أو الناس بتاعتي إنها عملت نجاح. فكان وقتها اللي هو انت لو عملتي التارجت ده هنطلعك ستيج وهنجيب لك تكريم وتطلعي تقولي انت عملتي ده ازاي وتفيدي الناس، ده ان انت تدي سيشن تعليميه للناس ان هم ازاي يقدروا يتعلموا اكتر المجال وكده. فهو الفيديو كان بخصوص ان انا اخدت تكريم في مجالي عامه. وبالفعل افدتي الناس في الفيديو ده؟ ايه شرحك في الفيديو؟ ايه اغلب النقاط اللي كنت بتتكلمي عليها في مجال التداول في الفيديو ده اللي عايزه توضحيها لمشاهدينا دلوقتي؟ هو انا وقتها قصدك يعني في السيشن اتكلمت طبعا ان انت اول حاجه علشان توصل لحاجه معينه انت عايز توصل لها لازم تشتغل عليها. يعني ما ينفعش انا مثلا اخدت التارجت بتاعي واقول ان هو كده كده انا هاخده او كده كده انا هوصل له من غير ما اشتغل عليه. فطبعا اول حاجه اتكلمت عليها ان انت تقدر ان انت تكون زيي وزي اي حد نجح في المجال ده. الفكره كلها او الفرق ما بيني وما بينك ان انا بشتغل على نفسي، تمام، وانت بتحاول تشتغل على نفسك او برضو انت مصدق الهدف بتاعك او انت مش مصدقه، لانك انت لو شخص مصدق الهدف بتاعك انت هتقدر توصل له او تقدر تحققه. ومعانا الفيديو بيتعرض دلوقتي اثناء التكريم على الهواء.
ومعانا دلوقتي الفيديو بيتعرض طبعا على الهواء مباشر، الفيديو اللي جاب 3 مليون مشاهدة، اللي حقق ليفل أو تارجت عالي جدا من عدد المشاهدين. أصالة كانت بتوضح هنا عن مجال التداول بعض النقاط المهمة. سؤال محير الجميع، الناس كلها بتسأل وتتناقش فيه، هل مجال التداول حرام أم لا؟ بس أنا بحب أتكلم في البوينت دي بصراحة بطريقة مختصرة شوية. انا دلوقتي شايفه ان مجال التداول، او مش شايفه، هو اوريدي اصلا كده هو عمليه شراء وبيع. الفيديو اللي ظهر يعني اسكت. كلميني على الفيديو اكتر يا اصاله. اوكي تمام. دلوقتي الفيديو خلص تمام. هنا كنت اللي هو اتنادى اسمي وهو نازله، اوكي، ان انا هاخد التكريم وكده. بالفعل اخدت شهاده تكريم، نحط تارجت معين في الاكاديمي اللي انا شغاله فيها، وجابوا لي كمان انسيال فضه. كانت هدايا كريتيف جدا بجد، اتبسطت بيها. وكمان جابوا لي تورته عليها صورتي وصوره التارجت والناس اللي ساعدتني ان انا احققه. هنا كنت بتكلم اكتر انا عملت ده ازاي او وصلت ليه ازاي، تمام. وكنت ببتدي اديهم بقى طبعا نصايح ان هم ازاي يقدروا ان هم يكونوا زيي، او يقدروا يوصلوا ليفل قوي، والكلام ده كله كل حاجه سهله، بس ان انتوا تشتغلوا على نفسكم اكتر وكده. وبلس كمان بقى ابتديت ان انا اتكلم معاهم على حته تنظيم الوقت برضو، ان الوقت اللي انتوا بتنظموه كده بيفرق معاكم. هنا كان بقى وقتها خلصنا وكده، وكان التيم بتاعي بيتصور معايا، كنا بنحتفل مع بعض لان احنا تيم ورك جدا. يعني ازاي اي حد يقدر ينضم او يشتغل في مجال التداول؟ تمام. اي حد حابب يبدا في مجال التداول او ينضم لمجال التداول، انا هقول له على كام تركايه هو المفروض انه ياخد باله منهم جدا لو هو قرر انه يبدا في مجال التداول. اول حاجه، مفيش حد يقول لك ان انت تقدر تبدا المجال ده وانت مش بتدرسه او ما اتعلمتوش. طيب انا امتى ادرسه او اتعلمه؟ لو انا فعلا عايز ان المجال ده هكمل بيه حياتي كمصدر دخل، تمام. لان انا شايفه حاليا من حكم سني، تمام، وحكم الدخل اللي بتخل منه، على مثلا قصاد ناس كتير قوي متوظفة او عندها بيزنس خاص بيها بس مشروع تقليدي او كذا، مش بيطلع 1% من الدخل ده. فالفكرة كلها في انك انت كده كده محتاج ان انت تتوجه من ناحية ان انت تتعلم صح. تاني حاجة، يبقى عندك الوقت اللي تقدر تتعلم فيه، يعني من 2 لـ3 ساعات في يومك، ساعتين تعليم، ساعة تطبيق. ولازم تدخل التطبيق في التعليم، لان ما ينفعش تعليم من غير تطبيق نهائي. مجال التداول مربح فعلا ام لا؟ تمام. برضو انا كنت هنا لسه تقريبا بتكلم في البوينت دي، اني انا شايفه ان مجال التداول هو اقوى مصدر دخل حاليا، فهو مربح جدا جدا. يعني ازاي نقدر نثبت لمشاهدينا او للناس اللي بتشوفنا دلوقتي ان مجال التداول مربح؟ ومعانا دلوقتي صور هنشوفها على الشاشه دلوقتي. اوكي. هنا كنت بقدم محاضرة، وهنا كنت في ايفنت كنت بتقرب، وهنا اخدت افضل بنت في الايفنت، اشتغلت على نفسها اكتر. وهنا كنت باخد صورة مع جزء من التيم بتاعي بس. هنا كنت بتكرم في مؤتمر خاص بالشباب المؤثر في سنة 2023. هنطلع فاصل وهنرجع تاني وهنعرف لحضراتكم وهنوضح ازاي أصالة قدرت تكسب او توصل للليفل ده وتكون معانا النهارده. تعبت وربنا نصرني، بدعوة امي قدرني، افرح القلوب دي وحلم العمر حققته. رفعت انا راسها بايدي ودموع الفرح في عيني، خلاص حزن السنين كله بعون الله انا هزمته. وحش انا مديامي هتحدى المستحيل.
ورجعنا لكم تاني وهنسأل أصالة وهنقرب منها أكتر وهنعرف فعلا إذا كان مجال التداول مربح فعلا أم لا، وإذا كان حرام أم حلال. ممكن توضحي لنا يا أصالة؟ تمام. حتة ان المجال هو مربح او لا، كلمت في البوينت دي ان هو بجد هو مربح جدا، من اقوى المجالات الموجودة دلوقتي، من اكتر الحاجات اللي انت تقدر تعمل منها دخل ومصدر دخل وانت فعلا مطمن. مش لازم مثلا لو انت موظف او عندك مصدر دخل تاني تقطع كل صلتك بكل حاجة علشان تشتغل في مجال التداول. عادي انت ممكن تشتغل في اكتر من حاجة، بس بالنسبة لك الاولوية فين؟ تمام. يعني انا عندي اكتر من بزنس او اكتر من حاجه بشتغل فيها، بس الاولويه بتاعتي هو مجال التداول. تمام. طيب حته الحلال وحته الحرام انا بتكلم فيها بوينت بسيطه جدا اقدر اوصلها لك واقدر اوصلها للناس اللي بتشوفنا دلوقتي. طيب ايه الحرام في ان انا ببيع وبشتري سلع؟ ايه الحرام ان انا ببيع وبشتري حاجه وبكسب فرق السعر ما بين الشراء والبيع؟ تمام. انا مش بكلمك في نسب ثابته، مش بكلمك في رهانات، لان التداول يشمل الحاجتين دول او من ضمن الحاجات اللي موجوده داخل مجال التداول اللي هي الرهانات، اللي انا اراهن على شيء معين لو حصل بكسب ما حصلش بخسر. طيب الحاجه الثانيه ان انا اقول لك دلوقتي انت هتكسبي من الصفقه دي او من الحاجه دي رقم كذا، فانا هنا حددت لك ايه النسبه سواء خساره او ربح او مكسب او مكسب، فبالتالي انا هنا عملت لك تحديد نسبة، فهنا بتحط تحت بند الربا، فاذا هي حرام. فدي الحاجتين حرام في مجال التداول. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبيع وبنشتري على حسب السوق وعلى حسب حاجة احنا دارسينها ومتعلمينها، مش مجرد احنا داخلين نجيب منها فلوس ونخرج وخلاص، لا احنا بنبقى متعلمين كل حاجة واحنا شغالين على الصفقة بتاعتنا. والبداية كلها انتك عشان اصلا تشتغل في المجال صح، انت زي ما قلت في البدايه انت محتاج تاخد كورس، فالكورس ده بقى بيعلمك كل الديتيلز دي. ومعانا دلوقتي يوسف من القاهره. اهلا يا يوسف. اهلا يا كوتش اصاله. اهلا بحضرتك. ايه الاخبار الكوتش اصاله؟ ممكن من ورا الشاشه. تسلم، ربنا يخليك. ممكن والله ممكن إيه؟ حضرتك تعرفنا بنفسك او تعرفنا عن قصه علاقتك باصاله اكتر؟ هو انا في التيم معاها في الشركة، وبصراحة غيرت جدا في حياتي، يعني فرقت جدا في حاجات كتير، اتعلمت واستفدت، يعني مصدر الدخل بتاعي بدل الوظيفة التقليدية اللي هي الثابتة الكلام ده كله، بقيت حر أكتر، يعني خرجتني للحياة بطريقة مختلفة، وفي نفس الوقت بحقق مصدر دخل كويس جدا. أنت شايف إيه في شايف إيه في أصالة في المستقبل قدام؟ لا إن شاء الله في نجاحات كتيرة أكتر من كده. تحب تقول لها ايه على الهوا؟ شاطره جدا في مجالها. اوكي، تحب تقول لها ايه على الهوا دلوقتي؟ والله انا بشكرها جدا على التغيير اللي حصل، وربنا يكرمها انها بتساعد الناس بالطريقه دي، انها توصلهم لنجاحات بالطريقه دي. طبعا دي حاجه يعني هي نفتخر بيها بوجودها قائد للفريق. شكرا جدا. شكرا يوسف، وبالتوفيق ليك ان شاء الله. هنرجع تاني مع اصاله وهنسال تاني نفس السؤال، ازاي اقدر احقق ربح فعلا من مجال التداول؟ تمام. انا علشان ابتدي احقق ربح من مجال التداول محتاج ان انا اول حاجه طبعا اتعلم المجال، تاني حاجه محتاج ان انا يبقى معايا حد بيوجهني في البدايه، والحد ده بيكون انا، لان انا دلوقتي عندك ممكن تقدر تدخل تتعلم من على اليوتيوب المجال عادي جدا، بس هل مثلا الشخص اللي بيقدم لك المحتوى على اليوتيوب ده هو بيقدمه لك كامل؟ طب هل الشخص ده انت لو احتجت ان انت تساله في شيء هو انت هتلاقي منه اجابه؟ طب اوريدي انت فهمت منه واستوعبت منه ورحت طبقت وحصل معاك مشكله، هل انت هنا هتعرف تحل المشكله بتاعتك؟ لا. ليه؟ لان الشخص ده انت بتتابعه من ورا شاشه موبايل. لكن الميزه القويه جدا اللي انت بتلاقيها لما بتيجي تبتدي مجال التداول مع شخص ان هو بيتابع معاك ستيب باي ستيب، يعني هو مش بيسيبك الا لما توصل لليفل قوي جدا جدا وانت ليك حريه الاختيار. فانت عشان تعمل فلوس انت لازم تكون عارف انك انت اول حاجه تتعلم المجال صح، تاني حاجه يبقى معاك شخص بيتابعك خطوه بخطوه، تالت حاجه يبقى عندك اقبالية للتعليم والتغيير، تالت حاجه طبعا المجال بيحتاج منك راس مال وعلشان تقدر تشتغل فيه، خامس حاجه بقى وعايزه انبه عليها ان مفيش حد يقولك ان انت تقدر تبدا مجال التداول من غير تعليم. تمام. انا قلتها مره وبقولها مره تانية، مفيش حاجه اسمها انا هتعلم تداول من غير تعليم، لازم التعليم التداول هو نمبر 1 لو انت فعلا عايز تطلع مصدر دخل او مصدر ربح من المجال.
علشان انضم لمجال التداول في سن معين علشان التحق او اكمل في المجال اصلا؟ بصي يا رونا، دايما بشوف الناس بتقعد تقول لك ايه، اصل انا 16 سنه، اصل انا 17 سنه، اصل انا مش هعرف ابدا وانا سني صغير كده. انا معايا ناس في التيم 14 سنه واوريدي عامله نجاحات قويه جدا، معايا ناس 15 سنه، معايا ناس 60 سنه. فهي ملهاش علاقه خالص بحجم السن، سواء انت صغير او كبير، هي ليها علاقه انا عندي اقباليه للتعليم ولا لا. بلس ان انا دلوقتي اصلا دلوقتي بقى في مدارس بتدرس برمجه لاطفال عندهم 7 سنين، وبالك اطفال وبيدرسوا برمجه وسبع سنين، فهي ملهاش علاقه بالسن خالص. ومعانا اتصال من سميره دلوقتي على الهواء. اهلا يا سميره. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ تمام والله، منوره يا كوتش اصال. حبيبتي تسلمي، شكرا. ممكن نتعرف بيكي؟ انا سميره من الفريق بتاع الكوتش اصاله، وبتشرف بده طبعا لان هي حد محترم جدا وما شاء الله عليها، يعني من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن نعرف عرفتي اصاله ازاي او تعرفتي عليها عن طريق ايه؟ والله هي يعني من الشخصيات الناجحه والناس بتحب فعلا ان هي تقرب منها، فانا بحثت على النت وعرفت عنوان الاكاديميه وخليتها ان انا اشترك معاه. تتمني ايه الاصاله يا سميره الفتره الجايه؟ بتمنى لها تبقى احسن حد في الدنيا طبعا. شكرا جدا يا سميره، لان هي حد كويس جدا، وبصراحه بتعاملنا كلنا يعني معامله احنا ما يعني بصراحه احنا ما نقدرش نستغنى عن كوتش اصاله في التيم بتاعنا. شكرا شكرا يا سمير. ايه اهداف كوتش اصاله اللي الناس ما بقاش ليها غير اسمها دلوقتي، وان هي حققت تارجت عالي في مجال التداول وقدرت تثبت نفسها او تحقق او تعمل اسم لنفسها في سن صغير؟ نقدر نعرف ايه اهدافك الفتره الجايه؟ هو انا بصراحه من اكتر الاهداف اللي انا مش عايزه اغيرها مهما حطيت تارجت تانيه او اهداف تانيه، هي ان انا اقدر اوصل للناس ان انت تقدر تنجح او تحقق نجاح في شغلك بعيدا عن دراستك. يعني اسمع ان في ناس كتير اتظلمت في الثانويه العامه، والثانويه العامه ما دخلتناش كليات قمه، مش حاجه اسمها كليه قمه، كليه مش قمه، في حاجه اسمها انك انت تكون شخص تعمل لنفسك القمه اللي انت عايزها، مش الكليه او اللقب هو اللي هيعمل لك القمه دي. فاتظلمت كتير في موضوع الثانويه العامه ده بصراحه، فكنت وقتها قبل ما ابدا في المجال شفت ان انا كده كده علشان اكسر الحاجز ده لازم اوريدي انجح، انا ما قداميش فرصه، يعني التعليم معايا مش افضل حاجه وعانيت علشان اعدي من الثانويه العامه. طب خلاص انا هثبت بقى للناس فعلا ان الثانويه العامه هي مش هتوقف حياتك، او هي خلاص الحاجه اللي هي لو ما جاتش انا كده بقى هنتحر، او هيحصل اي حاجه هضر حياتي، هضر اهلي، هضر الناس اللي بتحبني. طب على ايه؟ هو انا شايفه ان الحاجه دي مش مستاهله؟ عشان كده وقتها بصراحة كنت شايفة برضو صحابي مضايقين مجموع وي وي، وكنت وقتها واخدة قرار ان انتوا خليكوا بقى عيطوا على النتيجة وانا هدور على حاجة تانية انجح فيها، ما هو انا مش هوقف حياتي هنا. تمام. وفعلا انا ابتديت ان ادور على حاجة تانية انجح فيها وحاجة تانية ان انا اتجه ليها لحد ما وصلت لده، وهفضل شغالة اكتر على كده علشان اثبت لهم واثبت لاي حد قال ان النجاح في الشهادة او في اللقب انت كده غلطان. النجاح مش في كده، النجاح في ان انا عملت ايه في حياتي. انا بس مش بس انا عملت ايه، انا عملت ايه للناس اللي في حياتي، وعملت ايه للناس اللي بتشوفني او نفسها انها تكون زيي او ان انا قدوه ليهم. بشكر وبحيي اصاله سليمان النهارده على شجاعتها وعلى جرأتها ان هي تيجي البرنامج، وهنبعد شويه عن الحياه العمليه وهندخل شويه في الحياه الشخصيه. هسال سؤال تقريبا اول مره اساله على الهواء، وهي هتكون يعني حالتها مش الطف حاجه دلوقتي، ولكن هنعرف منها وهنقرب منها اكتر وهي هتعرفنا. ايه اصاله مواصفات شريك حياتك؟ بصي، هو انا مش بؤمن بحاجه اسمها مواصفات شريك حياه. الفكره كلها في اني انا الشخص ده هيبقى في ما بيني وما بينه احترام متبادل ولا لا، انا الشخص ده فعلا هقدر احترمه واقدره وهو يقدر يحترمني ويقدرني ولا لا. مش عشان انا ناجحه انا عايزه حد ناجح، حد جامد، حد بيطير، لا عادي يا جماعه. الفكره كلها في ايه؟ انك بتبص على معدن الشخص قبل ما تبص هو معاه ايه.
لو جينا زمان انا كانش معايا حاجه، كان مين اصاله اصلا؟ محدش يعرفها. طيب لما جيت ان انا اشتغلت على نفسي اكتر انا هنا ابتديت مش علشان خاطر وقتها يجي لي حد غني، يجي لي حد معاه فلوس، حد مشهور، حد ايا كان. بصراحه النجاح بتاعي ما خلانيش اشوف الجزئيه دي بالمنظور ده، تمام. بس الفكره كلها ان باختصار انا لو فعلا عايزه شريك حياه انا عايزه حد زي بابا. هو بابا في كل حاجه، في حنيته، في طيبته، في خوفه عليا، في اهتمامه بيا. فبجد بجد انا فعلا لو هختار شريك حياه وهحط له مواصفات فانا عايزه بابا تاني. تحبي تقولي ايه لوالدك دلوقتي على الهواء او لوالدتك؟ طبعا انا عايزه اقول لوالدتي ان انا بحبها جدا، تمام. وهي بصراحه تعبت معايا كتير في حته ان انا كده كده بشتغل من البيت، فانا مقصره بقى في حاجات كتير قوي، فطبعا هي كانت بتتغاضى عنها علشان اركز في شغلي. فبجد ومعانا اتصال دلوقتي، معانا استاذ يحيى. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام. ممكن نتعرف بحضرتك؟ حرفيا. شكرا يا يحيى. ممكن نتعرف بك يا يحيى؟ جميل جدا. انا اسمي يحيى حسن من اسكندريه، عندي 19 سنه وبدرس سياحه وفنادق. عرفت اصاله ازاي وكانت بدايتك معاها عامله ازاي؟ بصي، هو حرفيا القصة كانت مختلفة شوية، لأن كوتش أصالة أصلا كانت في البيزنس بقالها حوالي 3 سنين أو أكتر. فأنا واحد كنت عارف كوتش أصالة من البيزنس، كنت عارفها أونلاين، جميل، عن طريق الفيسبوك. فكوتش أصالة حرفيا أنا كنت واحد اللي هو بشاهد قصة نجاح من بعيد جدا. يعني أنا ما بدأتش مع كوتش أصالة في التيم خالص في الأول. أنا الأول عرفت كوتش أصالة وكنت حرفيا بشاهد قصة نجاحها، اللي هو حرفيا البنت ديت هي بدأت من الصفر أو أقل من الصفر كمان، فهي بدأت وبتطلع واحدة واحدة. فأنا كنت معاها ستيب باي ستيب، اللي هو لأ فعلا الشخصية ناجحة. ففعلا أنا ليه ما كنتش مع الشخصية زي ديت في يوم من الأيام؟ تحب تقول إيه لأصالة دلوقتي أو تتمنى لها إيه في اللي جاي؟ اتمنى لها بجد ان هي تحقق كل اهدافها، لان حرفيا هي حاطه تارجت ليست جميله جدا. حرفيا كوتش اصاله هي حد ناجح جدا فعلا، وبيتمنى لكل شخص من صغير لكبير عندها في التيم ان هو يكون ناجح زيها، وهي حد رول موديل لكل بنت عندها في التيم حرفيا. قدمي للناس نصيحه دلوقتي يا اصاله. لو هتكلم فعلا على نصيحه او نصيحه هتفرق معاهم، زي ما فرقت معايا وهي كانت سبب تحول كبير في حياتي، ابعد عن اي شخص سلبي بينقلك طاقة سلبية بتضرك وبتخليك تقف مكانك. سواء اي خطوة انت عايز تاخدها، انت هتاخد كورس، انت هتدرس كلية معينة، انت هتشتغل في مكان معين، انت هتتعرف على حد معين، ايا كان الشخص اللي قدامك، بدل ما يقولك لا عاش برافو كمل شوف ممكن تيجي معاك، ولو ما جاتش هنشوف حاجة تانية. فدايما اختار لنفسك الشخص اللي يدعمك ويبعد عنك السلبيات ويديك الطاقة الإيجابية من غير ما انت تطلب ده بس. فبجد بجد انت فعلا عايز توصل لنجاح، فلتر حياتك وحط تحت الجملة دي مليون خط، فلتر حياتك. الفلتريشن هو من أقوى الحاجات اللي بتخليك توصل لنجاح قوي جدا، وفي نفس الوقت خليك دايما شايف ان مفيش حاجة مستحيلة، انت اللي في ايدك تعمل كل حاجة. لو انت مأجل حاجة النهاردة تمام، قوم اعملها دلوقتي، لان هي كده كده لو انت كنت فعلا ناوي ان انت تعملها النهاردة اعملها دلوقتي. عايزة اسأل اصالة، حابة تشكري مين على الهوا دلوقتي وتقولي ان هو سبب في انك توصلي لمكان زي ده دلوقتي؟ هو طبعا عايزة اشكر والدي، والدتي، اخويا، عايزه اشكر التيم بتاعي، لان بجد التيم بتاعي ده هو مصدر الثقه بالنسبه لي، والحاجه الوحيده او اللي بتحسسني فعلا ان انا فعلا عملت حاجه. فبجد انا عايزه اشكرهم على وجودهم، وعايزه اقول لهم وبوعدهم قدامكم دلوقتي ان انا هعمل معاكم اقصى جهدي الفتره الجايه ان احنا نوصل لحاجه قويه جدا. وبوعدهم برضو ان قريب جدا الشخص اللي هيشتغل على نفسه وهيكون فعلا وصل لتارجتس معين انا حطاهم من بعد الحلقه هيكون موجود بعد شهر مكاني هنا، وانا هقدر اساعده في ده. بس اهم حاجه هو يشتغل على التارجت صح. وانا طبعا كنت مبسوطه جدا جدا ان انا كنت معاكي في اللقاء. بالتوفيق لاصاله وبالتوفيق للتيم بتاعتها، وانا بحييها وبشكرها على شجاعتها. وطبعا مش هنعرف نستلم كل المكالمات دي او نتلقاها بسبب وقت البرنامج وكده. وصلنا لنهايه حلقتنا، وان شاء الله نشوفونا في حلقه جديده.